رغم فعلا ان منتخب توجو مش منتخب كبير في افريقيا يعني علشان يتكتب كلام زي ده، بس خليني برضو صحيح. اسالك، هل شايف انه غياب محمد صلاح برضو كان مؤثر بشكل كبير عن المباراة دي؟ هو غياب محمد صلاح يؤثر طبعا لاعب كبير، مش عايز الكلام، لكن مش هقدر اقول الكلام ده مش هو ده وانا السبب بلاعب، الرئيسي. مش هقدر اقول الكلام ده وانا بلاعب توجو وكينيا وجزر القمر. يا جماعه الكلام ده لما لاعب السنغال، الجزائر، المغرب، تونس، كوت ديفوار، نيجيريا، المنتخبات، غانا، اللي اقدر يبقى فيه، يبقى انا محتاج كل عنصر. لكن معلش، مع كامل احترامي وتقديري برضو لكل منتخبات المجموعه الثلاثه، مش غياب محمد صلاح ولا النني ولا الشناوي ولا تريزيجيه ولا اي حد ده اللي هياثر. لا، دي يعني مش ده المؤثر. هو مؤثر طبعا، لاعب لو موجود كان يقدر ينهي لك المباريات باكبر عدد من الاهداف، لكن مش ده السبب الرئيسي. مش محمد صلاح اللي يقول ان انا خسرته قدام منتخب زي توجو. وإصابة النني برضو مش شايف إن هي ممكن تكون مؤثرة بشكل كبير في نفس مباراة الكلام، النهاردة؟ اكيد مؤثره طبعا، دي لعيبه اساسيه ولاعيبه كبار في البريمير ليج، في ارسنال وفي ليفربول، لكن المنافس بيخليني ما اقدرش اقول، يعني ما اقدرش اقول الكلام ده، مش هضحك على نفسي، مش هقدر اقول غياب صلاح وانني اثر على منتخب مصر. انا بلعب توجو يا جماعه للمره الثانيه، انا بلعب توجو مش منتخب غانا ولا السنغال ولا كوت ديفوار ولا نيجيريا ولا الجزائر ولا تونس ولا المغرب. ما لما العب الناس ويغيب عني انني وصلاح هعمل ايه؟ لا طبعا، لا يبرر طيب للامانه يعني.